النهارده ذكرى ميلاد الفنانه القديره عايده عبد العزيز اللي قدمت مسيره فنيه غنيه بالاعمال المميزه في السينما وفي التلفزيون وكمان في المسرح، وقدرت تسيب بصمه واضحه في كل دور قدمته. ابتدى مشوارها الفني من محافظه القليوبيه وابتدت حياتها العمليه في التدريس، لكن شغفها بالتمثيل خلاها تروح وتتجه ناحيه عالم الفن، وده خلاها فعلا تقدر تحفر اسمها بادوار خالده لسه موجوده في قلوب وعقول كل مشاهدنا. مشوارها الطويل ده كان مليان تكريمات ومليان جوائز كنوع من التقدير لعطائها الكبير وموهبتها اللي مش بتتكرر بسهوله ابدا في تاريخ الفن المصري. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في حياه الفنانه الراحله. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الدراما والسينما وأثرت بأعمالها القوية في ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا. أنا الحقيقة كنت عايزة أفهمك كل حاجة من الأول، لكن سبتك لما تتعلمي الدرس لوحدك. الناس دي ما ينفعش معاها لا ورق ولا قانون، ما ينفعش معاهم غير حاجة واحدة وبس، قانون الحالة. ولدت عايدة عبد العزيز في محافظة القليوبية عام 1930، وبدأت حياتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس تربية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث بدأت مسيرتها الفنية. بعد تخرجها عملت عايدة عبد العزيز كمشرفة تدريب للفرق المسرحية في عدة مدارس، وواصلت دراستها العليا في التمثيل والإخراج في لندن. كان اكتشافها لشغفها بالفن محض الصدفة، حيث التحقت بمعهد المسرح بهدف الإشراف على الأنشطة المسرحية، إلا أن موهبتها لفتت الأنظار سريعاً مما دفعها لترك التدريس والتفرغ للفن. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وتولت بعدها دور مشرفة تدريب بوزارة التربية والتعليم. فحينيني بقى أبوكي بقى عبدالما عيبه في الهدوم دي عشان إيه؟ والجهاز الجديد اللي انت راقد عليه من وحدك دي عشان مين؟ على مدار مشوارها الفني قدمت عايدة عبد العزيز مجموعة من الأعمال السينمائية التي بقيت محفورة في ذاكرة الجمهور، منها عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، يوميات نائب في الأرياف، والنمر والأنثى. عدلات ياخد في ايدك قد ايه ويبقى مدمن هيروين؟ الجرايد بتقول 4 مرات تعاطي، اديني اسبوع واحد وانا خلولك في التمام. كما تألقت عايدة عبد العزيز في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل زينب والعرش وهالة والدراويش وضمير أبلة حكمة ويوميات ونيس، إلى جانب العديد من الأعمال الدرامية الأخرى التي تركت بصمتها فيها. أنت فاكرة نفسك مين؟ وإيه الغرور ده كله؟ ومين اللي اداك الحق إنك تحاكمي غيرك وتنصبي له ميزان؟ فوق نفسك يا هانم، فوق نفسك، أنت بشر زينا، ممكن تغلطي وترتكبي ذنوب وتستحقي تترمي بحجر من اللي بترمينا بيه، بس ما انتش حاسه. اما في المسرح فقدمت عددا من العروض التي اظهرت موهبتها المتالقه، من ابرزها دائره الطباشير، ملك يبحث عن وظيفه، المهاجر، لعبه السلطان، السيرك الدولي، شيء في صدري، الارض، وتمن الحريه. وقد تم تكريمها في العديد من المحافل الفنية، منها تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي عام 1996. وفي 3 فبراير عام 2022 رحلت عن عالمنا الفنانة عايدة العزيز عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد أن قدمت مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي ستظل محفورة في ذاكرة جمهورها ومحبيها.